بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبة، في هذه المحاضرة إن شاء الله سوف نشرح موضوع الستاك، ألا وهو المكدس للبيانات. بداية سوف نتطرق إلى مفهوم الستاك، ولماذا نستخدم الستاك، والدوال المستخدمة في الإمبلمنتيشن للستاك بالجافا، ونتطرق إلى أمثلة عملية من خلال نت بينز. بداية، المكدس هو نمط معطيات مجرد، يعني هو عبارة عن Abstract Data Type، شائع الاستخدام في معظم لغات البرمجة. لماذا يسمى بالمكدس؟ لأنه عبارة عن مجموعة من العناصر التي تتكدس فوق بعضها البعض. على سبيل المثال، مجموعة أوراق الشدة مكدسة كما نرى، وأيضا مجموعة مكدسة من اللوحات أو الأطباق بهذا الشكل، لذلك سمي بالمكدس. في أي مثال حقيقي للمكدس، نلاحظ أن العمليات متاحة من نهاية واحدة. يعني طلع كيف؟ لو أنت بدك تسحب ورقة من الشدة، فبتسحب من فوق. يمكننا وضع أو إزالة بطاقة أو لوحة من الطرف العلوي من المكدس فقط، وبالمثل يتيح مفهوم المكدس البرمجي إمكانية تنفيذ جميع العمليات من جهة واحدة. من جهة واحدة، يعني بينفعش أنا أجي أسحب من تحت، لازم أسحب من فوق. لو تسحب من تحت بتكسر الأطباق هذول. ورق الشدة بأسحبه من فوق، أي أنه لا يمكننا الوصول إلا إلى العنصر العلوي للمكدس. يعني أنت بتتعامل مع المكدس بس من العناصر العلوية. هتوضح معانا الآن أكثر. تطبيقات المكدس أو الستاك يستخدم في موازنة الرموز. زي ما احنا شايفين عندنا معادلة قوس A زائد B، هذا بسموه بالانس، متوازن. هذا اللي هنا أمبالانس، غير متوازن، لأنه في البرمجة بنقصده إيش؟ قوس على اليمين. بالمثل هذا المثال، هنا ينقص قوس هنا بعد الدي، فهنا أمبالانس. وهكذا هذه الأقواس في حالة البيجن ستارت إن، هذه أمبالانس وهذه بالانس، لأن كل الأقواس إلها بداية وإلها نهاية. أيضا يستخدم في عملية تحويل الام فيكس إلى بوست فيكس، أو تحويل البوست فيكس إلى بري فيكس. كلمة ام فيكس معناها أنه الأوبرانت هنا العملية تكون بين تو فيريبل اللي هو الاي والبي، فهذه معناها ام فيكس. البوست معناها بعد، فنلاحظ أن A B زائد، هذه تساوي هذه بلغة البرمجة، ولكن هذا أسلوب بسموه بوست فيكس. بريفكس إنه عملية الأوبرانت اللي موجودة أو عملية الجمع أو الضرب بتبقى في الأول. بالإضافة إلى عمليات الإعادة والتراجع في كثير من البرامج زي الدو وريدو وأندو في الوورد، هذه بتعتمد على الستاك. خاصية عرض الصفحات اللاحقة والسابقة في الويب براوزر، لو انت بتقول انه انا بدي اعمل بريفيوس او نيكست، فهذه بتكون عندنا مخزنه البيانات هذه من خلال ستاك. اذا بنرجع بنقول الستاك نتعامل معه فقط من طرف واحد. هذه الميزه تجعل المكدس من انماط بنيه المعطيات التي تدعى باسم ليفو. ليفو هي جملة اختصار last in first out، يعني آخر واحد تم إضافته للمكدس هو أول عنصر يخرج من المكدس. بنلاحظ هنا 1 2 3 4 in، آخر واحد دخل الأربعة، لما بتعامل معاه out بدي أخرجهم بأبدأ بالأربعة 3 2 1. هي مفهوم الليفو last in first out. في مصطلحات المكدس تدعى عملية الإدراج اللي هي الإن هذه بالبوش، وعملية الإخراج تدعى بالبوب. إذا عندنا بوش أند بوب. بوش للعنصر، فأنا بلاحظ داتا إليمنت كان عبارة عن هاي الستاك موجود عندي، فأي إليمنت بضيفه بالشكل هذا. في عملية لاست إن فيرست أوت، آخر واحد انضاف هو أول واحد بتعامل معه، بعكس الطابور. العمليات الأساسية، بوش معناها تخزين عنصر، بوب إزالة عنصر من رأس المكدس من التوب.
فيك الحصول على عنصر البيانات العلوي من المكد دون ازالته. اذا بوب بتزيله، بيك بتزيلوش. از فول بتشوف هل المكدس ممتلئ، از امتي بتشوف هل المكدس فارغ. في كل الاحوال يتم الاحتفاظ بمؤشر يؤشر على اخر عنصر تم اضافته، لانه احنا بنتعامل لاست ان فيرست اوت. بالنسبه لعمليات البوش والبوب والاز امتي والبيك، كل الكومبلكسيتي تبعتها بالوقت تايم كومبلكسيتي بيج او 1. ليش؟ لانه ما بنستخدم اي فور لوب فيهم. الان نبدا كيف بنبني المكدس بالجافا. طبعا احنا حنستخدم جافا كوليكشن. في عندنا امبورت جافا دوت يوتيليتي دوت ستاك. الستاك هذا بيبدا بجينيريك تايب اللي هو بالاي ستاك نيو ستاك جينيريك تايب. الاي هنا تدل على نوع الاوبجكت اللي انت بدك اياه، يعني اما بيبقى سترينج او انتجر او اي اوبجكت تايب انت بتشوفه مناسب للاستخدام. مثال على السريع هنا، فلاحظ انه احنا جبنا امبورت جافا دوت اوتيليتي ستار، معناها تجيب كل الاوتيليتي، لكن لو انت بدك تستاك لوحده بتحط دوت ايش؟ ستاك. تمام، هنا بنحط دوت ايش؟ ستاك. هذه او هذه نفس الحاجه. طبعا عندنا المين، احنا عرفنا ستاك من نوع سترينج، ستاك اسمه ستاك بيساوي نيو ستاك سترينج بالشكل هذا. الستاك اللي عندنا بدنا نعمل له بوش، فبنقول اسم الستاك دوت بوش ويلكم، فبصير عندي بالشكل هذا اول واحده بتيجي هي ويلكم تيجي هنا، بعدش بقول لي بوش 2 فبوراها بتيجي ايش؟ 2 تيجي هنا، بعدش بوش كلمة ستاك ويلكم تو ستاك تيجي فوقيهم هنا. إذا أصبح عندي إيه؟ ثلاث عناصر في الستاك. تمام؟ حاولنا نعمل كمان بوش، لو إحنا جينا نطبع انيشال ستاك بنطبع الستاك بتطبع لي إياهم إيش؟ ويلكم تو ستاك. لو عملنا كمان بوش بتصير عندي هالو فوق وعندي كلمة وورد في الآخر. تمام؟ العمليات الموجودة بوب. بوب بتزيل إيش؟ إليمنت من الستاك. لو كل ما عملت بوب بنشال، لو انت عملت بوب بشيل ايش؟ وورد. لو كمان بوب بشيل ايش؟ هالو، وهكذا. بالنسبه للبيك بترجع اخر عنصر، لو احنا شغلنا البيك هذه بترجع اخر عنصر مضاف له كلمه وورد. از امتي او امتي بترجع لك يا اما ترو يا اما فولس. بترجع ترو اذا كان الستاك ما فيش فيه اي عنصر، بترجع فولس في حاله انه الستاك فيه عناصر. سيرش بالكلمه اذا كان لقاها بقول لك ترو فاوند، واذا كان ما لقاهاش بقول لك فورس. الان نطبق هذا الكلام على الجافا بشكل عام. نبدا هنا نيو، هاي ابلكيشن نسميه ستاك او ماي ستاك. نبدأ مع بعض بالشكل هذا. أنا مكتوب لكم. نعمل import java dot utility dot stack. طلع لما أنا جيت للستاك إيش قال لي؟ generic type. إيش بقول هنا؟ public class stack extend vector، يعني هو عبارة عن vector. وقلنا إحنا بداية المحاضرات الفيكتور هو عبارة عن array one dimension. والستاك class represent last leaf، يعني بقول لك هو بيستخدم ليفو، احنا حناخذ هذا. اخذنا الستاك. كيف بنعرف ستاك جوا؟ ستاك سميناه اس بيساوي نيو ستاك. طبعا احنا الستاك جافا اوتيليتي بدنا نستخدمه بشكل هذا. احنا ممكن نحط جينيريك تايب بالشكل هذا، ونروح نحط ايش؟ الستاك اللي بدنا اياه ايش نوعه هنا. طبعا هنا احنا حنختار انتجر، وهنا حنحط ايش نوعه؟ انتجر، لانه احنا هيك احنا عرفنا ستاك. عشان نطبع
نضيف item له نقول s dot push ونحط integer نحط واحد تمام واثنين ثلاثة أربعة لما بدنا نطبع الستاك نقول له ايه سي اوت كنترول شيفت اطبع لي ايه ذا ستاك زائد الاس وبنعمل رن للملف هذا فبقول لي عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة آخر عنصر سي اوت ذا ستاك ليك ونحط اس زائد طلع كده اس دوت بيك شوف ايش بترجع لنا بيك قال لي اربع اخذ اذا بيك بترجع اخر عنصر طب لو انا قلت له هنا اس دوت بوب ايش كونك حيرجع؟ حيعمل بوب ورجع ايش؟ رقم ثلاثة لأنه هذا عمل له بوب شامل تمام؟ لو بدنا نطبع الستاك بعد البوب هذا ستاك هذا بيفور بوب وهذا ايه؟ كمان مرة نطبع ستاك ستاك افتر بوب إذا عندي ستاك إليمنت افتر بوب واحد اثنين ثلاثة البوب من وين بتشيل؟ من الاخر لو انت كل مرة عملت بوب اس دوت بوب حيشيل العنصر الايه الاخير حيشيل الاثنين حيصير عندك الستاك في قلب واحد واثنين حيشيل الثلاثة والبيك عندك ايش اثنين طبعا احنا في عندنا برضو سي اوت طلع ستاك دوت امتي ايش بترجع بوليان فبنشوف هل هو امتي ايش قال لك فولس مش امتي طيب نشوف فول فيرست اليمنت برجع اول عنصر ففي عندي دوال كثيره اول عنصر الواحد اللي هو الانضاف اخر عنصر انضاف الأربعة هيك احنا بنكون تعرفنا على الستاك بشكل بسيط وسهل اللي حاب انك تعرفه انه الستاك بتعامل من خلال اخر عنصر حاجة بسموها التوب وبتعامل على شكل ليفو last in first out هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته